كل ده ولسه بتسألي بحبك ولا لأ؟ احنا متفقين من الأول، الجواز حاجة والحب حاجة تانية. طب قوليلي والنبي، هتفرق معاكي في ايه لو اتجوزتها بعد شهر ولا بعد سنة؟ متخليش التفاصيل الصغيرة دي تضيع وقتنا. بقولك ايه، انتي اكتر واحدة عارفة ان انا لو ما اتجوزتهاش مش هيبقى معايا اللي اقدر اديهولك. طيب خلاص، أنا بلم حاجتي وجاي لك. سلام. إيه؟ كنت خارج؟ لا يعني كان عندي ميعاد بس ما جراش حاجة يتأجل. أصل أنا كنت قريبة من هنا قلت أعدي عليك. ده من حظي، اتفضلي. كمان ما لقيتش حد بره عشان أقول له ويبلغك. لا ما للاسف بقى كل الموظفين مشيوا وانا كان عندي شويه تليفونات بخلصهم ونازل. صحيح تشربي ايه قولي لي؟ لا خليك، انا مش جاي اشرب. مريم قالت لي ان انت عايز تتجوزه بعد اقل من شهر. صراحه يعني مش شايفين اي داعي للتاخير اكتر من كده. مفيش داعي للتاخير ولا عشان ما حدش يلحق ياخد باله؟ مش فاهم، ياخد باله من ايه؟ انها حامل. ايه؟ كنت فاكر انها هتخبي عليا حاجة زي دي؟ لا بس ما كنتش احب حد يعرف سرنا، خصوصا اننا متجوزين وكل اللي هيختلف يعني اننا هنقدم ميعاد الدخلة شوية. كنت فاكرة ان انت هتحافظ على مريم خصوصا بعد كتب الكتاب. انا مع حضرتك ان احنا غلطنا، بس مش يمكن ربنا عمل كده علشان نتجوز بسرعة؟ كريم انت قلت لي قبل كده ان انت محتاج شهر او اتنين عشان تلحق تجهز مصاريف الفرح وتشطب الشقه. لا ما خلاص الحمد لله اتحلت، البضاعه وصلت المينا وكلها كام يوم وتبقى في السوق والم تمنها وكل حاجه هتبقى كويسه. انا ما بقاش عندي اي ثقه فيك خصوصا بعد اللي حصل. معلش انا صريحه حبتين بس برضو انا حداري عليك ومش هقول لحسين، لكن خلي بالك انا مش هسمح لك بغلطه تانيه كمان. واوعى تفتكر انك عشان اتجوزت مريم وانها حامل ان انت هتقدر تفرض عليا اللي انت عايزه. مدام منى انا اسف بس حضرتك الكلام الكلام ده ربع الكلام اللي انا كنت جايه اقوله لك، بس بقيت الكلام بقى هسيبك تفهمه لوحدك.